بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أنها قالت: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها أو جل عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وصورها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، صورها بحكمته، وبراها بمشيته، من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة في تصويرها إلا تثبيتاً لحكمته، وإظهاراً لعظمته، وتعبداً لبريته، ثم جعل الثواب على طاعته، ووضع العقاب على معصيته، زيادة لعباده من نقمته، وحياشة منه إلى جنته. صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
حديثنا بإذن الله تعالى يتناول جانباً من معرفة الله وتوحيده حسبما تعرفنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهذه الفقرات التي ذكرناها من خطبتها هي من آيات انتساب هذه الخطبة العظيمة إلى سيدة النساء فاطمة، حيث لا تخرج هذه الكلمات وهذه المعاني إلا من هذا المعدن. سوف نتعرض بإذن الله تعالى إلى شيء من التوضيح لهذه الكلمات وما الذي ترمي سيدة النساء إلى إفهامه للمخاطبين، ثم نشير إلى مقارنة سريعة بين الصورة التي تقدمها فاطمة سيدة النساء، الصورة للمعرفة الإلهية حسب ما يقدمها لسان المعصوم، والصورة الأخرى الفجة التي تقدمها سائر المدارس الأخرى الإسلامية. تبدأ السيدة الصديقة سلام الله عليها أولاً بالحمد لله، الحمد لله على ما أنعم. هذا الابتداء في الخطاب هو أسلوب إسلامي متميز، لم يعهد قبل الإسلام هذا الأسلوب في الديانات الأخرى أو في الخطابات، لكن في الحالة الإسلامية نحن نجد الابتداء بالحمد لله حاضرا في القرآن الكريم، فهناك عدة سور تبتدئ بالحمد لله، أولها وأهمها سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بدء الفاتحة التي هي أم الكتاب وخلاصة القرآن كما يقول المفسرون، بدؤها ومطلعها بالحمد، فكأن بداية الكتاب الكريم، بداية القرآن العظيم هي بداية حمدية. ليش هذا التعبير والاستخدام بالحمد وماذا يعني؟ هل يختلف عن الشكر أو لا؟ يختلف عن الثناء أو لا يختلف؟ هذا بحثه ليس هنا الآن، ولكن هي مجرد إشارة على سبيل المقدمة. نجد هذا أيضا في الأدعية، حضور البداية بالحمد لله عز وجل حضور كبير. راجعوا صحيفة السجادية وغيرها من الكتب المخصصة في الأدعية، سوف تجدون أن الأدعية التي تبدأ بالحمد أدعية كثيرة، منها الدعاء العظيم للإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، بلغنا الله وإياكم موقف عرفات وحج بيت الله الحرام، يبدأ الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، يبدأ بالحمد. وهكذا عندما يخطب أمير المؤمنين عليه السلام، عدد من خطب أمير المؤمنين تبدأ بالحمد،
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. فالبداية الحمدية التي هي أسلوب إسلامي متميز نجدها في أعظم النصوص وهو القرآن الكريم. بداية القرآن حمد، مفتتح القرآن حمد، ونجدها في الأدعية. ذاك خطاب الله للإنسان القرآن، والأدعية خطاب الإنسان لله أيضا. جملة وافرة من الأدعية تبدأ بالحمد، وخطب المعصومين عليهم السلام بل وغيرهم ممن تأثر بمنهجهم أيضا يبدأ بالحمد. السيدة فاطمة سلام الله عليها تستخدم هذا الأسلوب، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. من ماذا؟ عموم نعم ابتداها، سبوغ آلاء أسداها، تمام منن والاها. عموم النعم قد تكون ناظرة إلى عموم المنعم عليهم، وهذا من فضل الله عز وجل، لم يجعل نعمته محصورة في طائعيه وفي عابديه، وإنما فضل الله كان أوسع من ذلك، وعطاؤه كان أعظم من هذا، فجعل نعمته عامة لكل من خلق، حتى ذلك العاصي وذلك الجاحد وذلك الملحد. قد تكون عموم النعم ناظرة إلى المنعم عليهم، وقد تكون ناظرة إلى نفس النعم، أنها نعم عامة لا تختص بجهة دون أخرى، ليست في جانب دون جانب. وأيضا سبوغ آلاء، السبوغ هو السعة والانتشار، يقال درع سابغة يعني درع واسع منتشر مو ضيق. كذلك آلاء الله سبحانه وتعالى آلاء منتشرة، يعني أنا وإنت حياتنا ممكن أن تقوم بالماء ومثلا بشيء من الرز أو الخبز وشيء من اللحوم، هذا تقوم به حياة الإنسان. لكن تعال وانظر إلى الفواكه التي خلقت، أشكال مختلفة، أطعمة متعددة، ألوان متكثرة، تعال واحسب، وطعومات ولذائذ مع أنه كل هذه ما يحتاجها الإنسان حاجة أساسية، بمعنى لو انقطعت عنه ما تقوم حياته، لكن هذا هو انتشار النعمة الإلهية وسبوغها في كل شيء. فالحمد لله رب العالمين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتمام منن والاها، النعمة لما تجي إليك تأتي تامة، ماكو وراها بعد مبتغى أو مرمى. خلقتك هذه التي أنت فيها، النعمة التي أنعم الله بها عليك في هذه الخلقة، ليس وراءها أفق. يدك هذه التي تبطش بها وتكتب بها وتمسح بها وغير ذلك، هذه أجمل شيء وأفضل شيء أداء، جمعت بين حسن الأداء وبين جمال الشكل. لو اشتغل البشر كلهم لكي يشكلوا آلة تخدم الإنسان غير هذا الشكل، فيها يجتمع الجمال وكمال الأداء، ما يستطيعون أبدا. مع أنه الله يقدر يسوي لك شيء يؤدي غرضك بس مو جميل، خشمك يتنفس بس مو بالضرورة أن يكون شيء جميل. المهم غير
هواء يدخل هواء يخرج، يؤدي هذا بأي نحو من الأنحاء، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأنف نقطة جمال وكمال في نفس الوقت. فالنعم هنا تامة، ماكو وراها يا ريت أو يا ليت كان هالشكل. تروح إلى مثلا بيت تقول والله هذا البيت جميل، لكن لو كان الترتيب بهالشكل كان أجمل، لو كان ذاك المكان كان أفضل. بالنسبة إلى نعم الله عز وجل ماكو هذا الكلام أبدا. وتمام منن والاها جل أو جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمد. وأنا ما كنت أريد أطيل الحديث في المقدمة. تعداد السيدة الزهراء سلام الله عليها لهذه النعم بأشكالها المختلفة بتعبيرات متعددة، كل تعبير يفيد معنى غير المعنى الذي أفاده المعنى السابق، وتحمل الإنسان مسؤولية هذه النعم. طيب، ثم تأتي في قضية معرفة الله عز وجل. لاحظوا الزهراء عليها السلام جاية لكي تناظر في موضوع الخلافة والإمامة والميراث. مرة واحد يجي هكذا كما يقولون من الباب للطاق، طيب، ومرة لا، يضع الأمر ضمن الرؤية الكونية، التعريف بالله عز وجل، ثم التعريف بالنبي كما سيأتي، ثم التعريف بنشأة التشيع وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام كما سيأتي الحديث. آخر الأمر بعد أن عرفت ووضحت لهؤلاء الجالسين القضية ضمن رؤيتها الكونية، ذاك الوقت تنزل إلى موضوع البحث الخاص في الإمامة وفي الميراث وما شابه ذلك، واللي إن شاء الله نتحدث عنه في آخر ليلة. أول ما تبدأ: أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة جعل تقرأ كلمة وتقرأ كلمة أيضا بنحوين من الاعتبار الإعرابي، جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها. أشهد أن لا إله إلا الله إلها جهتان: جهة ظاهرية هي هذه الكلمة التي إذا قالها الإنسان وأتبعها بالشهادة لنبينا محمد، يترتب على هذه الكلمة مجموعة من الآثار، منها أن هذا الإنسان يكون مسلما، يكون ماله حراما محترما وعرضه كذلك، وله مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، فمجرد أن يقول هذه الكلمة. طيب، ولكن هناك جانب أعمق لها، هذه تحتاج إلى تأويل. التأويل الغوص في أعماق هذه الكلمة ينتهي إلى تخليصها من الشوائب، من شوائب المعرفة الخاطئة لله عز وجل. إذا أنت تريد تعرف الله معرفة تأويلية، معرفة عمقية، تحتاج أن تجرد هذه المعرفة من الشوائب. كيف يعرف اليهود ربهم؟ فد شكل. كيف يعرف بعض المسلمين ربهم؟ شكل آخر كما سيأتي. كيف يعرف ويعرف أهل البيت عليهم السلام ربهم؟ هذا نحو ثالث. لابد أن تكون هذه خالصة من الشوائب، من المعارف غير الصحيحة. هذا واحد، جعل الإخلاص الخلوص تأويلا لها عمقا فيها، وضمن القلوب موصولها، بالرغم من أن المعرفة الكاملة والشاملة متعسرة على الإنسان،
لكن المعرفة الفطرية الموجودة في داخل قلب كل إنسان هذا موجود من الله عز وجل، قد ضمن الله سبحانه وتعالى هذه المعرفة قلوب الناس وفطرة الناس، ضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها. لذلك إذا أراد أحد أن يعرف ربه لازم يشغل عقله بمقاييسه، يحتاج إلى تفكر ويحتاج إلى تعقل. هنا بعد تجي في مبحث عقائدي الممتنع، لاحظوا كلمات السيدة سلام الله عليه، لا يستطيع غيرها وغير المعصومين أن يقول هذا الكلام في ذلك الزمان. في ذلك الزمان هذه البحوث العقلية الدقيقة ما كان يعرفها أولئك المسلمون. الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته. ثلاث مراحل تتحدث عنها سيدتنا الزهراء سلام الله عليها. أن ربنا سبحانه وتعالى يمتنع على بصر كل ذي بصر أن يراه في الدنيا وفي الآخرة، إذ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ليش ممتنع يا سيدتي؟ تقول إذا أنت تسوي تفكر في معقولها، تقول هناك شروط يفرضها العقل للرؤية. أنت إذا تريد تشوف أي شيء هناك شروط يفرضها العقل لرؤية الأشياء. الشرط الأول أن يكون في جهتك أو أنت في جهته. فلو فرضنا أنني أردت أن أرى الجدار الذي خلفي، لا أستطيع. ليش؟ لأنه أنا لا أنظر إليه الآن ولا هو في جهتي، فما ممكن. أنا عندي عين باصرة وهذا الجدار أيضا موجود، ولكن لا يمكن أن أراه. لماذا؟ لأنه في غير جهتي. هذا واحد من الشروط. الشرط الآخر أن يكون هناك نور. طبعا هنا أكو عدة نظريات. أكو نظرية قديمة أن النور يخرج من العين باتجاه الشيء المرئي، والنظرية الفيزيائية الحديثة التي تقول لا، النور من هذا الشيء هو الذي ينعكس على العين. على كل حال لا بد أن يكون ذلك الشيء إما النور يجي منه، لازم يكون مضيء، وهذه الإضاءة تنعكس على شبكية العين والعين تشوفه، ولذلك إذا شيء مظلم ما ترى. أو على النظر القديم أن النور ينبعث من العين بذاك الاتجاه. أما إذا كان ذلك الشيء لا يصل إليه نور العين فلا يمكن رؤيته. زين، نجي إلى قضية الله عز وجل. هل أن الله سبحانه وتعالى موجود في جهة أنا أستطيع النظر إليها؟ الآن هذا العمود في هذه الجهة أقدر أتوجه إليه بعيني وأنظر إليه فأرى أن هذا العمود أيضا مضيء فينبعث النور ينعكس في عيني، خلاص يعطي الإشارة إلى الدماغ يصور هذا بالنسبة لي. أما إذا لم يكن في جهتي ما أقدر أشوفه، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى هل نستطيع أن نقول هو في هذه الجهة حتى أنظر إليه، أو في هذه الجهة، أو في الجهة الخلفية؟ إما لازم يكون كله قدامي حتى أشوفه، أو أن يكون جزء منه قدامي حتى أشوف ذلك الجزء.
إذا كل صار قدامي معنى ذلك أنه في جهة وقد خلت منه سائر الجهات. هذا الجدار في هاي الجهة، هذه الجهة الخلفية ما موجود فيها نفس ذاك الجدار اللي فيه الباب. إذا وجد في مكان خلى منه سائر الأماكن، الله عندما يقول إنسان أنا أرى الله، نقول له وين تشوف الله؟ الصوب في السماء، يعني مو في الأرض، في الأرض يعني مو في السماء. طيب، لذلك يمتنع من الأبصار رؤيته. هذا ما يحتاج يجي يقول لنا الدليل النقلي، لا، يكفي التفكر في معقول هذه القضية، وأنار في التفكر معقولها. زين، طبعا هذا مخالف لما تقوم عليه مدرسة كاملة من مدارس المسلمين من رؤية الله في الجنة، بل بعض الفرق تقول لا، في الدنيا أيضا يمكن رؤيته في تلك المدرسة الأخرى. عندنا القرآن صريح، لن تراني، قال لن تراني. أنت نبي من أعظم الأنبياء، لن مؤبدة لن تراني ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب، زين، ممتنع أيضا من الألسن صفته، ما يمكن أي بليغ من البلغاء أن يصف الله عز وجل بتمام صفته. ليش؟ لأن صفة الشيء موقوفة على رؤيته أو تصوره. طيب، أنت لما تريد توصف نخلة، إما لازم تروح تشوفها ثم تأتي وتقول النخلة هي نبتة فيها جذع ومن أعلاها سعف وفيها عذوق، فأنت شفت هذه، ارتسمت الصورة في ذهنك، الآن قاعد توصف هذا المرسوم في ذهنك إلى الخارج، فلا بد أن يكون أنت شايف هالنخلة أو واحد واصفها إليك وصف دقيق. إذا ممتنع من الأبصار رؤيته، كيف يمكن لنا أن نصفه؟ إذا إحنا ما ندري عن حدود الله عز وجل وعن ذات الله عز وجل، لا إحنا ولا الأنبياء ولا غيرهم بتمام الصفة لا نستطيع ذلك، فكيف نستطيع أن نصفه؟ ممكن أن نقول أشياء، بس هذه لا تعكس حقيقة الله عز وجل، لأن صفة الله كصفة أي شيء فرع عن رؤيته أو معرفته بحدوده. طيب، وأيضا لذلك ممتنع عن الأوهام كيفيته. مثلا إذا واحد قال لك على سبيل المثال أنه أكو شيء عند القدامى، أبو الهول مثلا مجتمع من أسد ومن إنسان، رأس أسد مثلا وجسم رأس إنسان وجسم أسد، لابد أنت أول شيء تكون عارف بالأسد وتكون عارف بالإنسان وتركب بينهم في ذهنك حتى تشوف الكيفية، هل يستطيع إنسان أن يصنع ذلك بالنسبة لله عز وجل بأن يقول إن الله عز وجل هو بهذه الكيفية، هو بهذه الصورة؟ لا، كل في الرواية عندنا كل ما ميزتموه بأوهامكم عن الله فهو مخلوق لكم مردود عليكم. هاي الصورة اللي انت شكلتها لله هذه خلقك انت،
مو هي صورة الله عز وجل، لأن الله ممتنع عن الأوهام كيفيته. فأنت تلاحظ في ثلاث مراحل فاطمة الزهراء عليه السلام تقول هناك امتناع، استحالة، لا يمكن أن يرى إنسان كبر أو صغر نبيا كان أو شقيا، في الدنيا كان أو في الآخرة، لا يمكن أن يرى ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هاي الروايات التي تأتي بها مصادر مدرسة الخلفاء بكلام الزهراء عليها السلام وبدعوتها إلى التفكر في معقول الشهادة لله بالوحدانية، هذه الروايات لا يمكن أن تقبل. أنقل لكم بعض هذه الروايات كما وردت في مصادر المدرسة الأخرى، منها ما ورد في بعض صحاح هذه المدرسة في قضية الشفاعة. احنا عندنا ان النبي المصطفى محمد يشفع في يوم القيامة، نسأل الله ان يلقينا شفاعة النبي محمد وشفاعة الصديقة الزهراء وأمير المؤمنين والأئمة المعصومين سلام الله عليهم. وأنه إحنا بحسب روايتنا أن النبي عندما يسأل في الشفاعة يذهب إلى باب الجنة، ينزل من منبر النور ويذهب إلى باب الجنة ويخر ساجدا لله عز وجل مستشفعا في هؤلاء الطالبين للشفاعة، يسجد على باب الجنة لله. في المدرسة الأخرى لا، هذا النص موجود، النص يقول فيأتي النبي يقول فأستأذن على ربي في داره. الله عنده دار وأنا أروح أستأذن عليه في داره، فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا داخل الدار. سواء الجنة، بعضهم أراد أن يفسرها المقصود الدار يعني الجنة، حتى الجنة نفس الكلام، هاي الجنة احتوت ربها. أي واحد يقعد في مكان يكون أصغر منه، صحيح ولا لا؟ أنا الآن هذا مساحة المنبر أكبر من عندي، لذلك احتويني. أنت جالس في هذا المكان، في هذا المجلس، هذا المجلس أكبر منك لأنه يحتويك. الله بحسب هذه الرواية سواء كان في داره مسوي له دار هناك بيت أو كان في الجنة، بالتالي هالدار والجنة أكبر من ربها لأنه دخل فيها وقعد. طيب وين عندنا الله أكبر؟ لا، الجنة أكبر صار، الدار أكبر صارت. وقبل ذلك كما قالوا العرش الذي جلس عليه أكبر. طيب هنا يجي أمر التفكر في معقولها، فإذا رأيته وقعت ساجدا. رواية أخرى وأكتفي بها يقول في الجنة لما يروحون إلى الجنة المؤمنين في مصادر المدرسة الأخرى يقول فيأتيهم الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الروايات عندنا كلها غير سليمة، غير صحيحة. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، كأنما ذولا كانوا يعرفون بشكل معين، الآن جاي متغير، وش سالفة؟ طيب فيقول أنا ربكم،
فيقولون نعوذ بالله منك. عجيب، انت ربنا، ليس كذلك. هذه روايات موجودة عندهم. الرواية الأولى تقول النبي شوفه في داره، لا هنا مو النبي، حتى سائر الناس المؤمنين يرونه في صورة مو نفس الصورة اللي كانوا يعرفونه. افترض مثلا كانوا يعرفونه كبير السن الآن صار شاب، كانوا يعرفونه مثلا شاب الآن صار كبير السن، وهذه كلها عندنا غير تامة وغير صحيحة. ممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته. هذا الكلام يطلع من زيد وعبيد اللي أنتوا تقولوا أنه هذه الخطبة منسوبة إلى غير الزهراء؟ منو يقدر يقول هذا الكلام؟ منو يستطيع أن يتحدث بهذا النمط؟ هذا الشيء اللي إحنا ذكرناه هو مقدار فهمنا، وهو قاصر عن كلامها. وإلا علماء في العقائد متخصصون يتكلمون كلام بديع وتخصصي ومستواه مستوى عالي جدا. طيب منو يقدر فيما بعد الزهراء أن يجي ويسوي لك فد خطبة ويقول هذه خطبة فاطمة الزهراء؟ طيب، ثم تقول ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. هذا التعبير لا من شيء كان قبلها ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وورد في كلام الإمام الرضا سلام الله عليه، وورد أيضا في كلام الزهراء. الإمام أمير المؤمنين كان فاتح في باب العقائد والتوحيد واضح، والإمام الرضا عليه السلام مباحث التوحيد عنده مفصلة الإمام الرضا، وأورد هذا النص. زين، هذا النص يخالف ما هو متعارف عند الناس. احنا نقول الله خلق الأشياء من العدم، زين، أو خلق الأشياء من لا شيء. زهرة ما تقول من العدم ولا تقول من لا شيء، وإنما تقول من لا شيء. وفرق كبير بين أن نقول خلق الأشياء من لا شيء، أو أن نقول خلق الأشياء من العدم، وبين أن نقول ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. طيب، الفرق هو شنو؟ إذا أحد الفروق، طبعا ما عندنا وقت مفصل للحديث ولا نريد أن نطيل عليكم، أيضا لما تقول خلق الأشياء من، معنى ذلك أن الله احتاج إلى أي شيء آخر لكي يخلق منه هذا الكون. بمجرد أن قالت خلق من، خلاص معنى ذلك أنه فد شيء، حتى لو كان العدم، حتى لو كان لا شيء، معنى ذلك أن الله كان يحتاج إلى العدم وإلى لا شيء حتى يخلق منه الكون. والحال أن الله لا يحتاج. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله ما يمكن أن يكون إله محتاجا إلى شيء. طيب، لذلك دقة التعبير، ألاحظ كما قلنا هم أمير المؤمنين هذا التعبير قال لا من شيء، الإمام الرضا كلهم عين واحدة، كلهم منبع واحد، خلق الأشياء لا من شيء كان قبلها، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. هذا الفرق. وصورها بالاحتذاء أمثلة امتثلها. لاحظوا أيها الأحبة أن فعل الإنسان
رهين بثلاثة أمور وثلاث جهات. أي فعل أنت تسويه، أي خلق، أي إنشاء، أي عمل من الأعمال تحتاج فيه إلى ثلاث جهات. الجهة الأولى الغاية والسبب، الجهة الثانية المادة، الجهة الثالثة المثال. ثلاثة أشياء. الآن افترض مثلا أنت تريد تبني بيت، تريد أن تبني بيتا. طيب البيت يحتاج إلى أولا سبب، ليش أنت تريد تبني هذا البيت؟ حتى تسكن فيه وترتاح، يوفر لك فائدة أو يدفع عنك ضررا، الشمس، البرد، التشرد إلى آخره، هذا السبب اللي يدعوك إلى إنشاء البيت. تحتاج أيضا إلى مادة، إما بمعنى الفلوس اللي تخلق هذا الشيء، وإما بمعنى لا نفس المواد، يعني الإسمنت والحديد وما شابه ذلك. طيب هذا الأمر الثاني. وتحتاج أيضا إلى مثال، إما خريطة، وإما تقول مثل بيت فلان، وإما تلفيق في ذهنك تقول أبغي الواجهة مثل بيت فلان والداخل مثل بيت فلتان، في ذهنك مثال. الله سبحانه وتعالى في فعله وخلقه لا يوجد أي شيء من هذه الأمور كما يوجد بالنسبة إلى الإنسان. لا هو ينتظر فائدة من الخلق، ولا يحتاج إلى مادة يخلق منها الخلق، ولا يحتاج إلى مثال. طيب وهذا اللي تتكلم عنه الزهراء في هذه الأسطر. ابتدع الأشياء، ابتدع، أنشأ من غير سابقة. طيب ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، ما في مواد أولية أبدا، لأنه إذا تقول أي مادة أولية كانت قبل، طيب معنى ذلك أنه كان محتاجا إليها وكانت هي قديمة أيضا مثله، لازم تكون وياه قبل. فيتعدد القدماء كما يقولون، وأيضا يصير محتاج إلى ذلك الشيء، مثل ما أنت تحتاج إذا تريد تسوي لك طاولة تحتاج إلى المطرقة وتحتاج إلى المسمار، فأنت محتاج، بينما الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج. الاحتياج عجز وفقر وضعف ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. فابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، ماكو مواد أولية، ماكو شيء، وصورها بلا احتذاء أمثلة امتثلها. مو اكو خريطة أو نموذج أو مثال كان موجود والله جعل مثله. الآن البشر أي شيء يريد يسوي عادة على مثال، يريد يسوي طائرة على سبيل المثال هليكوبتر، يجي يشوف قدامه البعوضة أو بعض الحشرات، يأخذ معادلتها ويرفعها في صورة طائرة. طيب يريد ما أدري يسوي كذا من الأشياء، هناك أمثلة وهناك أشكال وهناك خرائط وهناك بدائل شكل عليها هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى لم يكن هناك مثال بلا احتذاء أمثلة امتثلها. السبب أيضا ما إله شيء يستفيده من غير حاجة إلى تكوينها ولا فائدة في تصويرها بالنسبة إلى الله، لا ينتفع شيئا. أنت اللي تنتفع، أنت اللي توصل إلى كمالك، أنت اللي تروح إلى الجنة، أنت الذي سوف تخلق وتهدى فتصل إلى الكمال، إلا تثبيتا
لحكمته وإظهارا لعظمته وتحننا على بريته. الله سبحانه وتعالى لا يعود إليه شيء. اللهم إن هذه صلاتي قد صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة لك فيها إلا تعظيما وطاعة وإجابة لك إلى ما دعوتني إليه. فلله الحمد والمنة ولله الشكر والفضل، وإنا يا رب نعجز عن حمدك وشكرك والثناء عليك، وعجزنا عن الشكر والحمد هو حمد. أعطنا يا رب على قدر عجزنا، ولا تعطنا على قدر ثنائنا، لأننا عاجزون عن الحمد قاصرون عن الشكر. لا شيء لنا إلا أن نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، الحمد لله على هدايته لدينه، الحمد لله على توفيقه لطاعته، وكان من الممكن للإنسان أن لا يكون من أهل طاعته وجنته، وإنما يكون من أهل نقمته، ولكن هو الله الهادي. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إلهي لك الشكر. مننت علينا بآباء كانوا على منهاج رسول الله ومنهاج أمير المؤمنين وأهل البيت، ربونا هذه التربية، عودونا على هذا الذكر، على هذه المجالس، غرسوا في قلوبنا حب آل محمد. فلهم الشكر ولك قبلهم وبعدهم الحمد والشكر، فأنت الموفق. أن يعتقد الإنسان بهذه العقائد، ما يروح يوقع في مثل هذه العقائد التي ذكرناها، وإنما يتحرى مواضع كلمات أهل البيت عليهم السلام ويعتقد بها ويؤمن بها، يصير قائده مو أي إنسان، وإنما قائده ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، قائده مو ذاك التاريخ لا في هذا الزمان، الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقرب أيامه وجعلنا من خدمته وأعوانه، هو إمام زماننا وولي عصرنا، ونعمة الله الجارية علينا، نسأل الله أن يزيدنا به حبا وولاء، وأن يجعلنا من خيرة أنصاره وأعوانه. يا قمر التم إلى ما السرار، طالت ليالي الانتظار يا سيدي يا صاحب العصر والزمان، وبلغ الحزام الطبيين كما يقول أرباب المثل، أنت ترى أن الأرض تضيق على شيعتك ومحبيك، يستأصلونهم، يهاجمونهم، يؤذونهم، فمتى تظهر يا قمر التم؟ أما آن أن تظهر فقد طال السرار، أغث رعاك الله من ناصر. سيد صالح الحلي أحد شعراء أهل البيت عليهم السلام، وهذا لسان حال كل إنسان مؤمن تحدق به البلوى وتحيط به المشاكل، مو فقط إلى نفسه وإنما إلى المؤمنين في كل مكان.
أغث رعاك الله من ناصر رعية ضاقت عليها القفار. الصحاري ضاقت علينا يا مولاي. أغث رعاك الله من ناصر ليلة جمعة وغدا دعاء الندبة، يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج على يديك. أغيث رعاك الله من ناصر رعية ضاقت عليها القفار، متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمر ويحمى الذمار في فتية لهت قاشيمة ويا لثارات الحسين الشعائر تنسى على الدار، تنسى على الدار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزل ونار ورض من فاطمة. ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قسرا جهار. انتهت الآلام يا سيد إلى هالمقدار وخلصت؟ لا، قد ورث زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصايا وزادت البنت على أمها. مصيبة الزهراء عظيمة جليلة كبيرة خطيرة، لكن ما أخرجت من دارها على نياق هزل من بلد إلى بلد مكشوفة الرأس يستشرفهن الأعداء من بلد إلى بلد. وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار تستر باليمن المحيا، فإن أعوزها الست تمد اليسار. نادت بحاد العيس دعني على جسم ولي الله لوت الإزار وخلني عند ابن أمي ولا تأكل من لحمي وحوش القفار. لم يستجيبوا لطلبها قربوا المحامل والرواحل وأصعدوهن على تلك النياق العجف والصوت يلحق كل متأخرة ومتعثرة كأني بها ولسان حالها. أنا مشيت درب الما مشيت
أنا يا مشيت درب الما مشيت أي والله جتال خيرا أنا من قلة الوالي نخيت أي والله من قلة الوالي نخيت وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا سادتي العلماء لا سيما سيدنا العلامة اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين والسامعين نودي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات